السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله. هنتكلم اليوم عن عملية الـ Upgrade from Windows 10 to Windows 11، يعني عملية الترقية من Windows 10 إلى Windows 11. حتى نقوم بهاي العملية لازم نكون على هذا الموقع اللي راح أخلي لكم الرابط تابعه أسفل الفيديو في الديسكريبشن. فمباشرة تيجي على هذا الزر وبتضغط على Download Now، تضغط على داونلود ناو. طيب بعد ما تضغط على داونلود ناو حينزل عندك أداة على المكان اللي اخترته أنت. هاي هي الأداة اللي هي Windows 11 Installation Assistant، وبتكبس دبل كليك عليها حتطلع عندك هاي النافذة. لكن خلينا أوقف هون في موضوع مهم جدا قبل ما تمشي بهاي الخطوات، أو حتى تقدر تمشي بهاي الخطوات، هو أنك تشوف جهازك هل هو ملائم أو مطابق لمواصفات ويندوز 11 ويندوز 11. أنت لازم تتحقق من أنه مواصفات جهازك تلائم ويندوز 11. هذا الحكي قلناه في إيش؟ قلناه في فيديو سابق، برضو راح أحط لكم إياه في الديسكريبشن أسفل الفيديو حتى تتذكروا، اللي هو عبارة عن متطلبات ويندوز 11 وهل جهازك يدعمها. ببين لك هذا الفيديو أول شيء شو المواصفات اللي بتلائم ويندوز 11، وبرضو كمان أداة، هذا المهم ببين لك فيه أداة بتفحص جهازك بتبين لك أنه مواصفاتك تلائم ولا لا تلائم. طيب هاي نقطة مهمة جدا بهذا الفيديو، والفيديو راح أحط لكم إياها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. طيب الآن عادة وغالبا أول ما تفتح هاي الأداة ما راح يعطيك هاي الشاشة، بالأغلب حيقول لك جهازك ما بدعم مواصفات ويندوز 11، وراح يقول لك بالتحديد او على الاغلب قضيه شيء اسمه التي بي ام مش نازل عندك على الجهاز. طبعا انتبهوا شو راح اعمل الان، راح اجي هون على رن واجي اكتب الامر التالي يا جماعه تي بي ام دوت ام اس سي واقول له اوكي. طلعت عندي هاي النافذه، قال لي تي بي ام مانجمنت اون لوكال كمبيوتر اوكي، بمعنى اني انا نزلت هذا التي بي ام او فعلته عندي على الجهاز. انا فعليا ما كان يظهر عندي، طبعا انتم حيطلع عندكم انه بيقول لك التي بي ام مش سبورتد، مش موجود، مش حتطلع عندك هاي الشاشه، حيقول لك تي بي ام مش موجود اها على الاغلب، بس انا لاني نزلته طلع عندي اموري تمام. فوريتكم الامر اللي ببين لك انه نازل على جهازك ولا لا، هاي نقطه. وطبعا لو مش نازل على جهازك ما بيجيب لك هاي الشاشه، بيجيب لك بقول لك انه جهازك مش سبورت لويندوز 11. هلا قضيه التي بي ام كيف تفعله، انا عملتها بطريقه معينه ما راح اعرض لك اياها لسبب انه انا المعالج تبعي مثلا بيختلف عن المعالج تبعك، يختلف عن معالج تبع آخر، فالقضية مختلفة من معالج إلى آخر. لكن القضية وما فيها إنك بشكل عام إذا طلعت لك رسالة إنه تي بي أم مش نازل عندك على الجهاز زي ما عملتها بالأمر، ها رد أعيده بالأمر run تي بي أم دوت أم أس سي، كبست إنتر وقال لي إنه تي بي أم مش موجود، مش هاي المسج طلع لك مسج إنه تي بي أم مش موجود، فهون أنت بدك تفعل تي بي أم. فاللوجيك شو بقول لك، تنزل على البيوس بالطريقة اللي تقدر تفوت فيها على البيوس في جهازك، من جهاز لجهاز بيختلف، وبتفعل خيار التي بي ام اللي موجود جوا خانة السيكوريتي، بيكون ديسيبل بتخليه انيبل. اكتر من هيك مش راح تستفيد لو وريتك انا كيف عملته، لانه انا البورد تبعي مختلف والمعالج تبعي مختلف ممكن عن المعالج تبعك. فهي هي قضية التي بي ام، هي هي قضية التي بي ام، انك بتفوت على البيوس وبتروح على السيكوريتي وبتخلي التي بي ام انيبل مش ديسيبل، وبيعمل ريستارت. بعديها هيك بتكون بتكتب، ترجع تتاكد، بتكتب الامر الرن، تكتب الامر تي بي ام دوت ام اس سي، حيصير عندك ويقول لك التي بي ام مانجمنت اون لوكال كمبيوتر انه اوريدي موجود. ساعتها لما تيجي تكبس على الاداه حيطلع عندك هاي النافذه ويقول لك امورك تمام. هذا حبيت اشرح لكم اياه قبل ما اني انا اعمل accept and install، حتى نكون يعني دقيقين في الطرح، انه هاي الشاشه مباشره بعد ما تكبس كبستين الاداه مشكلكم راح تطلع لكم. ف
في منكم مش مفعل تي بي ام فما راح يشوفها. حبيت اوضح لكم الكلام اللي انا حكيته حتى نكون يعني اوير في موضوع تنزيل ويندوز 11 وانه له مواصفات. كذلك الحال بذكر اني راح انزل الفيديو في الديسكريبشن اللي هو تبع هل جهازك بدعم مواصفات او متطلبات ويندوز 11 وشو الشروط او المتطلبات او الحد الادنى من المتطلبات، طبعا مع شرح الاداء اللي بتبين جهازك شو هي النقطه المتطابقه او مش متطابقه مع معايير ويندوز 11. طيب الان كل ما علينا نعمل انه accept and install، وراح ياخذ منا تقريبا وقت. هون نشوف اذا يمشي بسرعه ولا لا، ببين معنا الان اللي هي عمليه verifying download. طيب حياخذ وقت للتنزيل، برجع لكم بعد موضوع التنزيل ان شاء الله حتى نشوف الخطوات لنهايتها، حياخذ وقت معين يعني تقريبا. طبعا هون يا جماعه راح يعطيني رساله لعمل ريستارت حتى يتابع اجراءات تنزيل ويندوز 11. فبلقاكم ان شاء الله بعد ما نعمل عملية الريستارت. وهيك يا جماعة بعد الريستارت دخلنا على ويندوز 11، ويندوز 11 زي ما بيحكوها بحلته الجديدة. فلاحظ يعني بعض الشغلات اللي راح تشوفها زي انه الايكونز اللي بالتاسك بار مش على جانب بالنص، شايفين كيف؟ حتى الستارت منيو جاي بالنص، لاحظوا كيف كليك يمين شكلها شوي مختلف عن في ويندوز 10، لاحظ كيف شكلها. وفوت على مثلا ديس بي سي طلع كيف الجرافيكال يوزر انترفيس، كيف الواجهه، شايفين كيف الايكونز، شايفين كيف درايفر شكلها. فجماعه هيك بنكون احنا عملنا ابجريد من ويندوز 10 الى ويندوز 11. بس ركزوا على اللي حكيناه في بداية الفيديو اللي هو لازم تعرف انه جهازك ملائم لويندوز 11 ولا لا. ان شاء الله رب استفدتوا، وبلقاكم في موضوع اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم.